सबसे हमारे साथ असीम मारवी साहब जो चिश्तिया शरीफ से तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान से, हमारे भाई हैं और चिश्तिया सिलसिले की बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शेफ अहमद तिजानी फ्रॉम गाना, वो ऑल्सो लीडिंग द तिजानी ऑर्डर not only in Ghana but I must say in North Africa along with other spiritual masters internationally. He's residing in USA. He has been to Ajmer Sharif almost every time he comes to India. और बड़ी अरबी ज़बान के अंदर बड़ी अच्छी मनखबत भी लिखी है गरीब नवाज के ऊपर, जो वहाँ आके पढ़ते हैं। So I will ask him because he has mashallah beautiful voice to just start with the Quranic recitation before we start the mehfil sama. Just one ayat, okay. And we can start with mehfil sama. Bismillah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل لكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلن تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا صالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً
شابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين وصلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين وصلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك الحمد لله يا رب العالمين Thank you.
Ya Khuda, Ya Khuda, Ya Khuda, Ya Khuda, jism mein jab tak ye mere jaan rahe. आश्कारा है तेरे
se haq ki surat mere aqa teri tasveer ke sadke jaaun ya muhammad madin me bula lo ya muhammad madin me bula Yeah.
Yeah.
Muhammad Madhi. Ke baad as nabi
البشير النذير کھینچو جو ایک نقش جناب امیر کا سدرا پہ شامیاں نہ لگا دو غدیر کا منہ بند ہوگا ہر ایک شر شریر کا اعلان ہو رہا ہے نبی کے وزیر کا من کل